أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. من هنا كانت بداية الرحلة، فأية رحلة؟ من أين بدأت وإلى أين انتهت وما الغاية منها؟ سنرسم لكل سؤال من هذه الأسئلة جوابا بخطوات مباركة حملت معها الأمل في غرس بذور المحبة وتكريس السلام. إنها سياحة قادها شيخ الطريقة الكركرية سيد محمد فوزي الكركري قدس الله سره، مرفوقا ببعض مريديه ورئيس مؤسسة الجائزة الإفريقية السيد نصر الله بالخياط وبعض أعضاء المؤسسة. غايتها نشر معاني المحبة والسلام والاحتفاء بما حققته الحنكة السياسية والقيادية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في أقاليمنا الصحراوية المغربية، حيث أعاد الأمن والاستقرار إلى منطقة القرقارات الحدودية التي تقع بين المغرب وموريتانيا. كانت هذه هي نقطة بداية الحكاية، نقطة التقاء الجارتين الشقيقتين العربيتين الإسلاميتين، دولتي المغرب والجزائر، حيث رفع شيخنا أكف الضراعة إلى السماء متوسلا الله جل في علاه أن يزرع في القلوب من المحبة والسلام والوئام ما يكفل تبديد كل غمامة من شأنها التعتيم على صلابة أواصر المحبة والأخوة التي تجري في عروق الشعبين المغربي والجزائري. ركب أعضاء المسيرة الطائرة مساء السبت في أواخر أيام السنة المنصرمة، كان ذلك يوم 26 دجنبر بالتحديد، من مطار العروي الناظور الدولي في اتجاه مطار أكادير المسيرة الدولي، مرورا بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث رافق شيخنا مجموعة من المريدين الذين ودعوه في المطار متمنين له السلامة والتوفيق والحفظ في هذه الرحلة المباركة. الدقيقة 45 بعد منتصف الليل حطت الطائرة في مطار أكادير معلنة عن نهاية رحلة جوية بلغت أكثر من 1000 كيلومتر وبداية أشواط رحلة برية يبلغ مداها أكثر من 1400 كيلومتر. قضى أفراد السياحة المباركة ليلة هادئة بمدينة أكادير، حيث استراحوا في المدينة المغربية العريقة ذات الأصول الأمازيغية، فالمدينة تحمل اسما أمازيغيا مشرفا أكادير، والذي يعني الحصن المنيع. بعد تناول وجبة الفطور انطلقت السيارة تسابق الريح متجهة صوب الأقاليم الجنوبية، حيث دوي النداء الوطني يصم الآذان. قطعت في مرحلتها الأولى قرابة 90 كيلومترا، ثم توقفت عند مدينة تزنيت، فكانت هي أول مدينة بعد أكادير تسعد بنفحات عترة آل بيت رسول الله، فقد نالت هي الأخرى حظها من البركة والشرف بقدوم شيخنا قدس الله سره إليها وتناوله وجبة الغداء على أرضها الطيبة رفقة باقي أعضاء السياحة المباركة. فمدينة تزنيت تلقب بعاصمة الفضة لأنها مشهورة بصناعة وإنتاج المجوهرات الفضية والبرونزية. بعد ذلك أكمل سيدنا الشيخ ومريديه مسيرتهم المباركة المحفوفة بالذكر والمذاكرة إلى أن بلغوا قرية تركميت التابعة لعمالة جولميم،
حيث وجد في استقباله مريدون كركريون تلقت قلوبهم النور قبل أن يحل عليهم صاحب الإلقاء. وهكذا تكون الرحلة المباركة قد بلغت محطة مهمة باعتبارها متوقفة على مشارف الصحراء المغربية، فجولميم هي بوابة الصحراء والمدخل إلى الأرض الحبيبة التي بذل المغاربة الشرفاء من أجلها الغالي والنفيس. استقر أعضاء هذه المسيرة المباركة بعد ذلك بأسازاق، حيث وجدوا في استقبالهم السيد عامل عمالة أسازاق التابعة لجهة جولميم وادنون، مرفوقا بالسيد الكاتب العام والسيد القائد وثلة من أعيان المنطقة ووجهائها. تميز هذا الاستقبال بالحفاوة التي تعبر عن رفعة وسمو أخلاق أهل المنطقة وكرم ضيافتهم ونبل وتفاني المسؤولين القائمين على تدبير شؤونها بالحنكة والكفاءة التي جعلت منطقة الجنوب المغربي برمتها مضربا للمثل في المحافل الدولية. كان مبيت شيخنا قدس الله سره وباقي أفراد المجموعة المرافقة له في دار الضيافة بعمالة السزاق في ضيافة السيد العامل، كما أن شيخنا قدس الله سره أكرم الحاضرين بشكل خاص وأهل المنطقة بشكل عام وكل المسؤولين بشكل أعم بدعاء يخشع له القلب وتدمع له العين من قلب صادق لا يفوت أي فرصة إلا وتوجه إلى الله متضرعا باكيا ملتمسا منه سبحانه النصر والتأييد لملكنا وبلدنا ولم شمل المسلمين وجمعهم على رأي أصلحهم وأحكمهم وأرشدهم. صلاتنا وإيمانهم إيماننا وربنا وربهم وأنت الواحد الأحد يا رحمن كما وحدت نفسك في الأزل وما زلت موحدا. في صباح اليوم الموالي انطلقت الرحلة نحو المحبس، وهي جماعة قروية تعتبر نقطة حدودية لتواجدها أقصى غرب إقليم السزاق، وهي القرية التي لا زالت تحمل أثر أقدام شيخنا قدس الله سره في سياحته المباركة التي دامت 10 سنوات. وجد سيدنا الشيخ في استقباله أهل القرية فرحين مستبشرين بطلعته البهية، حيث البساطة وتواضع المستوى المعيشي لم يخفي معالم الكرم والجود الذي يتسم به المغاربة من طنجة إلى القويرة. هي معان قلبية ثابتة وراسخة لا تعكر صفوها الظروف المعيشية المتغيرة. استدعى أهل مولاي إبراهيم بحضور ابن أخيه سيد يحيى شيخ المحبس سيدنا الشيخ ومجموعته إلى مائدة الغداء، معربين بذلك عن سعادتهم العارمة بقدومه. وبذلك نستطيع القول أن مسيرة شيخنا كأنها سريان روحي يربط بين نقط نورانية متناثرة ليشكل بها طلسم المحبة والود والسلام. استأنفت القافلة النورانية سيرها متوغلة في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية التي ينبض قلبها بدم المغاربة،
وتحمل كل ذرة من رمالها الهوية المغربية. فتوقفت عند حدود الساعة 8 مساء بمدينة طنطان لأخذ قسط من الراحة قبل التوجه صوب العيون التي تبعد تقريبا بنحو 300 كيلومتر. قضى شيخنا قدس الله سره بمعية مريديه ليلة نورانية مباركة بمدينة العيون، وهي أكبر مدن الصحراء المغربية، المدينة التي ضخت فيها المملكة المغربية الشريفة دماء التنمية والازدهار على جميع الأصعدة وفي كل المجالات. تشرفت هي الأخرى كغيرها من مدن الجنوب بسطوع شمس الولاية على رمالها الذهبية البراقة، فزادتها جمالا ورونقا ورفعة. في الصباح الموالي تم الانطلاق على الساعة 10 صوب مدينة الداخلة للتوغل في أعماق الجذور المغربية الضاربة في الصحراء منذ عصور. فانطلقت السيارة تطوي الأميال بين الكثبان الرملية كسفينة تمخر عباب الأمواج، ولاح في الأفق الأمل في لم الشمل وزرع المحبة مكان الأرض القاحلة التي زرعت النزاعات أنبتت الخلافات. توقفت المسيرة بمدينة بوجدور، وهي مدينة حديثة بنيت حول المنارة المشهورة بها كمعلمة تاريخية أنشئت سنة 52 900 وألف، التي تبعد عن الداخلة بحوالي 340 كيلومترا. ثم حطت الرحلة بعدها في محطة وادي كراع، حيث تناول أفراد المجموعة غذاءهم بمعية شيخنا قدس الله سره. في تمام الساعة 5:30 بعد الزوال حل شيخنا سيدي محمد فوزي الكركري ومريديه بمدينة الداخلة المغربية، وهي عاصمة جهة الداخلة وادي الذهب، الجهة التي تعتبر أقصى نقطة جنوب المغرب، حيث تحدها جنوبا موريتانيا وغربا المحيط الأطلسي. وهكذا تكون مسيرة شيخنا قد قطعت منذ انطلاقها ما يناهز 2200 كيلومتر، مقسمة بين رحلتي الطائرة والسيارة. وقد وجد قدس الله سره في استقباله بهذه المدينة الملقبة بلؤلؤة الصحراء مريدون كركريون، بادر منهم سيدي أحمد ولد المجاهد إبراهيم السالم ولد ميشان إلى نحر الذبيحة حمدا وشكرا لله أن من عليه باستضافة سيدنا الشيخ والاجتماع به بمعية أبنائه وحفدته، فقد نال شرف الضيافة ونال أجر الإطعام وفاز بلقاء لم يكن ليحتسبه. هو كرم ليس بغريب عن أحد أعيان قبائل الجنوب، سليل أسرة قدمت دمها كثمن لتحرير المناطق الجنوبية واستعادتها إلى حضن أمها. بعد هذه الرحلة الطويلة وفي تمام الساعة 5:30 وصلت المسيرة المباركة بقيادة شيخنا إلى النقطة الهدف، وصلت إلى معبر القرقارات في زمن تقديره عجيب غريب، بلا تخطيط ولا تدبير من عبد ألقى بزمام أموره بين يدي قدرة الله، حيث قضى شيخنا ساعات بهذا المعبر جمعت كل المناسبات واحتوت عدة أعياد وحملت عدة إشارات بتقدير القدير العليم. فهو مساء الخميس 31 من شهر دجنبر، أي في آخر ليلة من ليالي سنة 2020،
فكان المكان وصل بين المغرب وموريتانيا، والزمان بالتقدير الميلادي وصل بين سنتي 2020 و2021، واليوم عند المسلمين وصل بين الخميس وعيد المسلمين الأسبوعي. الإشارة هنا إذن أن المعبر كان اسما على مسمى، فهو معبر حمل معاني المكان وتقديرات الزمان. يصله الإنسان الكامل البرزخي الذي وصل في هذا الزمان الحس بالمعنى وصالح الجسد مع الروح، فهو معبر عبر بنا من سنة محملة بالتوتر والاضطراب والأوبئة إلى سنة نعقد عليها الآمال ونترجى الله فيها الفرج. كانت نقطة النهاية في هذه الرحلة المباركة حلقة وصل جنوبية بين الشعبين المغربي والموريتاني، كما كانت بدايتها حلقة وصل شمالية بين الشعبين الجزائري والمغربي. بلغت المسيرة نهايتها لتحتفل بعيدين: عيد حملته السنة الجديدة لميلاد المسيح ابن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والتسليم، وعيد حملته الجهود التي بذلتها قواتنا العسكرية لاستتباب الأمن في هذا المعبر الحدودي وتأمين القوافل التجارية التي تمر عبره وصد محاولات إغلاقه من طرف بعض المغرضين. كل عام وأنتم الخير، كل عام وأنتم البركة، اللهم أسعد لياليكم وأسعد أيامكم واجعل العام علينا مباركا. أبى شيخنا بذلك إلا أن يتحمل مشاق السفر من أقصى شمال المغرب إلى أقصى جنوبه لتسجل الطريقة الكركرية حضورها باسم شيخها شخصيا وبعض مريديه من المغرب وموريتانيا وأعضاء مؤسسة الجائزة الإفريقية، حتى تجدد إصرارها على السعي إلى تثمين كل خطوة تنهجها مملكتنا في اتجاه حماية أراضيها وصد كل محاولة للتشويش على علاقاتنا الإنسانية والتجارية بدول الجوار. شافيه يا أكرم الأكرمين، اللهم شدد ضرره واجعل كلمته مسموعة ورايته مرفوعة، يا رحيم يا رحمن شافيه من كل العلل، اللهم شد أزره بولي عهده مولاي الحسن، اللهم أنبته نباتا حسنا واجعله حسنا حسينيا، اللهم اجعله من أهل القرآن ومن أهل فهم البيان، واجعله على أثر أبيه على الدوام، واكتبه مع الأنبياء والمرسلين محفوفا بعنايتك يا ديان، اللهم احفظنا بحفظك التام كما حفظت الكتاب المكنون في مواقع النجوم. هي مسيرة تحمل كل معاني المحبة والسلام. لم يفتأ شيخنا يدعو في كل شبر منها الله عز وجل أن يزرع نوره ومحبته في القلوب، فحيثما وجدت المحبة غابت الصراعات، حيثما وجدت المحبة صفت النيات، حيثما وجدت المحبة توحدت الغايات وتبددت الخلافات وتوطدت العلاقات. فاللهم انفع بهذه المسيرة المباركة البلاد والعباد، وبدد بها الكربات، واطفي بها نار الفتن، إنك ولي ذلك والقادر عليه.